رمضان صبحي يهدد بالإيقاف، 4 مباريات و20,000 جنيه غرامة. هنعرف تفاصيل الموضوع ده ولكن بعد الفاصل. يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات جات في العرضه. فيديوهات جات في العرضه عباره عن فيديوهات صغيره جدا هتتعرض على القناه بتاعتي على اليوتيوب، فانت لو اول مره تشوفني يا ريت تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك للفيديو. رمضان صبحي لاعب الفريق الاول بنادي بيراميدز اتعرض امبارح لقرار انه مهدد جدا بالايقاف، وده طبعا علشان اتعرض لمشاده كلاميه بينه وبين حكم المباراه امين عمر في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز. وطبعا دلوقتي القرار اللي هيفصل ما بين إيقاف رمضان صبحي 4 مباريات و20,000 جنيه غرامة هو تقرير أمين عمر حكم المباراة. يا ترى بقى الموضوع هيمشي على طول وهيتم إيقاف رمضان صبحي طبقا للوائح اللي المفروض هي قانون يمشي عليه كل اللعيبة ويمشي على أي لاعب في مصر، ولا الموضوع هيبقى فيه تكات تانية كده من تحت لتحت إحنا ما نفهمهاش؟ لان طبعا في حاجات كتير قوي بتحصل في القوانين دلوقتي بتاعت الكوره، خصوصا طبعا في الاتحاد بتاع مصر ما شاء الله، يعني حاجه تفرح قوي تشوف كده حاجات المفروض انها تتطبق ما بيطبقوهاش، والحاجه اللي المفروض انها ما تتطبقش بيطبقوها، وحاجات غريبه بتحصل كده وتكات بتحصل من تحت الترابيزه، وناس بتتوقف ما تعرفش بتتوقف ليه، وناس ثانيه ما بتتوقفش ما بتعرفش ما بتتوقفش برضه ليه، وحاجات كده غريبه بتحصل في اتحاد الكوره. اذا يبقى القرار الفاصل دلوقتي في ايقاف رمضان صبحي هو تقرير امين عمر. يا ترى امين عمر هيقول ان فعلا حصلت مشاده وهيكتب في التقرير بتاعه ان رمضان صبحي عدى اللوائح والقوانين وتخطاها، ولا رمضان صبحي فعلا ما فيش اي حاجه حصلت والموضوع بسيط وما فيش اي حاجه؟ ده كل موضوع رمضان صبحي. يا ريت طبعا لو عجبكم الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو.